اليوم العملية التي حصلت صباح اليوم بفلسطين عملية بتفرح القلب كل مواطن، بفرح قلب كل مواطن عربي يحمل الهوية العربية وينتمي إليها، مش فقط بالكلام، ينتمي إليها فعليا. يعني نعم طبعا مثل ما بنعرف نحن من بعد التطبيع اللي صار، كل أحد يحمل الهوية العربية لا ينتمي إليها فعليا من بعد التطبيع اللي حصل بعدد من البلدان العربية. فكل مواطن عربي يحمل هوية عربية مسلم، هذه العملية بالنسبة له هي مفر. أما بالنسبة للعملية اليوم، نحن هنحكي كشيء عمليا أثبتت عكس كل ما يقال أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر. هي عملية كبيرة جدا، أكبر من أنه تتخطط بيوم واحد أو بأسبوع أو بأشهر. هي عملية كانت تخطط من يعني من وقت طويل جدا. يعني من الواضح أنه هذه العملية كان لازمها تخطيط كبير لوقت أطول مما أي أحد يستوعب المدة الزمنية تبعيتها. والقوات مثل ما شفنا، القوات تحركت بكامل حريتها، وهذا دليل كبير على جهد الاستخبارات العالي بالمقاومة. وأيضا الدليل على أنه ما في أي خرق استخباري إسرائيلي للمقاومة، كما يقال أنه إسرائيل عندها تجسسات وعندها استخبارات قوية تكشف الفصائل الفلسطينية شو عم تعمل، الاستخبارات الفلسطينية شو عم تعمل. بهيك عملية إذا ننظر فيها على أرض الواقع، أو في ننظر فيها أنه هي بساحة المعركة، فينا نقول هي أكبر من أنه عدو واحد أو جندي واحد ممكن يفكر هن التخطيط العملية كيف صار. وبالنسبة حاليا للوضع هلأ في لبنان، في عنا استنفار الفصائل الفلسطينية. طبعا الفصائل الفلسطينية وحزب الله، هو استنفار لحد الآن هو محدود إلى حين يتبين مجريات العملية شو رح يصير فيها خلال هذا النهار. يعني بينما يصير أنه بعد العملية مستمرة، ويعني ما حيك لحد الآن لا يوجد أي توقف ولا يوجد أي نتيجة حاسمة للوضع اللي عم بيصير. لعد هيك الاستنفار للفصائل الفلسطينية وحزب الله هون بلبنان محدود لتتبين مجريات العملية ونتائجها، بينما ليس متأكد، ولكن نحن على طريق نوصل إلى حرب شاملة بالأيام القليلة اللي جاية. نحن على هذا الطريق، وبتمنى النصر لهم، لأنه نحن كلنا ندعم القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي قضية العرب، قضية كلمة شخص هو حامل الهوية العربية، لأنه هذه بالنسبة لنا شرف، يعني غير أنه هي مذكورة بكل حياتنا. يعني من لما خلقنا على وجه الدين وعارفين أنه إحنا هذه قضية لازم ندافع عليها بكل شرف وبكل عنفوان. ف يعني إلى حين ما يتبين مجريات العملية اليوم اللي رح تحصل، برجع أنا بوافق طبعا على الأخبار الجروبات الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي بالمجريات الجاية وبالنتيجة اللي ممكن نوصل لها، اللي هي ممكن توصل إلى حرب شاملة بالأيام المقبلة. نعم منال، كيف هي يعني وضعية سكان غزة حاليا حسب ما توصلتم به من معلومات؟ وضعية سكان غزة حاليا طبعا غير أنه هو فرح، هو بالنسبة لهم أنه نصر مثل كأنه ناطرينه من أيام زمان، ولكن هلأ بالداخل في حالة من الاستنفار بشكل مش طبيعي. يعني ممكن بلاحظة تفكر انه الشعب الفلسطيني هلا او خاصة بغزة عنده استعداد انه يدخل بهجوم، يعني كأنه حدا ناطر هذه اللحظة من قبل ويفوت انه يخترق هذه المناطق اللي كانت اساسا محتلة من قبل الاحتلال. يعني فالوضع لا، الوضع مخطط ومدروس، وفي تحرك سريع جدا، في تحرك سريع جدا من كل الأطراف بغزة، من كل المواطنين بغزة. وفي تحركات حتبين معنا خلال النهار حتوصلنا إنه إن شاء الله إن شاء الله في مناطق غير المناطق اللي تم ذكرها هاي يتم استحلالها، تم التوصل إليها ويحطوا إيدهم عليها.